عشر الخاصة بمنافسة الابكار. نتمنى التوفيق للجميع. نسير الى مقدمة الشوط والى المركز الاول، وهذه هي وهيلة احمد بن علي بن راشد الكعبي تحتل المقدمة والصدارة الاولى، بينما نقلتنا الى المركز الثاني ليتابع الواصلة. هذه هي منصورة، ويا مخرجنا ثبت لها الصورة، عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد دكتور الأصايل من يقودها ويقدمها، بينما نقلتنا على المركز الثالث، واللي قادمة في المركز الثالث هذه اللي وصلت الآن وتقدمت في هذه اللحظة، أوصلت أيضا وتقدمت في هذه المنافسة. هذه مشاهدين الأعزاء ياتي علي بن عبيد، علي بن سعيد المزروعي هو من يتقدم مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الله هناك من الزاوية اليمنى اللي تدخلت الآن اللي وصلت، هذه هي بينونة حميد بن عمر بن بخيت المنصوري. المركز الخامس، المركز الخامس الواصلة القادمة بكل قوة، هذه ناصية منصور بن محمد بن سهيل الحميري، بينما في المركز السادس وصلت الآن وتقدمت في هذه اللحظات، هذه هي القاوي خميس بن سلطان بن سبيع المنصوري. المركز الثامن أشوف من الزاوية اليمنى اللي تقدمت في هذه اللحظات، هذه مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، حاملة رقم 42 الظبي محمد بن سعيد الخريباني النعيمي. والمركز التاسع، المركز التاسع هذه أميرة أحمد بن سلطان بن رشيد الخطير يصل. المركز العاشر، المركز العاشر اللي وصلت وتقدمت وصايف حامد بن محمد بن حارب الدرعي. هكذا هي النتيجة، هكذا نتيجتنا للعشر المراكز الأولى. لكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية، العودة إلى وهيلة. الله يا وهيلة، هذه هي الآن مسيطرة على مقدمة الشوط، مسيطرة على المركز الأول. يقدم لنا وهيلة أحمد بن علي بن راشد الكعبية. المركز الثاني اللي تقدمت اللي وصلت الآن، هذه هي أثير بخيت بن محمد بن بخيت الجربوعي المري، ضيفنا من المملكة العربية السعودية، بينما شعار دكتور الأصايل يصل، يصل عبيد بن سلطان بن رشيد. ولكن أشوف اللي تقدمت الآن ووصلت، هذه هي غير تتقدم. أم هنا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام شعار بن منان، هذا شعار بن منان يصل مشاهدين الأعزاء ليقدم لنا أيضا انطلاقة اللي زيارة سالم بن سعيد بن منانة. ولكن هنا الأمتار الأخيرة، الغلاف الجوي الأخير، ووهيلة هي الأقرب من السلامات، هي الأقرب من السلامات حتى الآن. الله 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 على المنافسة، على التحديات. حركوها وهيلة، حركوها وهيلة أحمد بن علي بن راشد الكعبي. ولكن اللي وصلت الآن، اللي تقدمت دواليب واصلة، ناصر بن عامر الهاشمي، الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية، ووهيلة، وهيلة ودواليب، دواليب ووهيلة. ولكن وهيلة يبدو أنها تبي أيضا تنهي أيضا زمام الأمور. قامت راس وانهت الشوط راس. سلام الله عليك يا الكعبي، سلام لمالك وهيلة أحمد بن علي بن راشد الكعبي. تهانينا له على هذا الفوز. المركز الثاني دواليب ناصر،
ناصر بن عامر الهاشمي هو من وصل في المركز الثاني. المركز الثالث كان الوصول ايضا من دمعة لسالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري. والمركز الرابع كان الوصول من مخايل عيد بن عبد الله بن عيد المنصوري. والمركز الخامس وصلت في مشاهدين الاعزاء معز محمد بن عصري بن سعيد الخيالي. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام شاهدتوا هذه المنافسه القويه التي شهدناها في هذه الانطلاقه ووهيله هي بطله هذا الشوط. قامت الشوط راس وانهت بكل اريحيه بالفعل وبكل جداره لحظه وصولها الى خط النهايه بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 51 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك أحمد بن علي بن راشد الكعبي. والمركز الثاني دوالي ب5 دقائق 52 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لناصر بن عامر الهاشمي. بينما وصلت في المركز الثالث مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام اللي هي دمعة بتوقيت زمن مقدار 5 دقائق 53 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. تهانينا لسالم بن بخيت بن طريبيش المنصوري. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا نتواصل مشاهدينا.